السلام عليكم. الفيديو بتاع النهاردة هتكلم فيه على نظام الساعات المعتمدة. لاحظت ان في طلبة كتير بتسأل على النظام ده، ما هيش فاهمة الدنيا ماشية ازاي، وازاي يا ترى التقدير بيتحسب في النظام بتاع الساعات المعتمدة. كلنا متعودين على نظام التقديرات في الجامعة القديم اللي هو بتاع نظام الفصلين الدراسيين، ان الطالب يبقى جايب بامتياز او جيد جدا او جيد. دلوقتي في الساعات المعتمدة بيظهر لنا تيرم أو إكسبريشن اسمه جي بي اي، هنتعرف عليه إزاي بيتحسب وإزاي أعرف هجيب تقدير عامل إزاي بالظبط. أول حاجة محتاجة أعرفها إن نظام الساعات المعتمدة ده هو نظام أقدر أشبهه بإن أنا داخل الكلية بتاعتي دي كأن معايا شنطة فاضية أو بوكس فاضي، بشوف كل مادة بدرسها هي كام ساعة معتمدة. مثلا مادة الفيزيكس 3 ساعات معتمدة، لو خلصتها ونجحت فيها هوب ال3 ساعات دول اقدر اقول ان انا حطيتهم في البوكس بتاعي او في الصندوق بتاعي. دلوقتي خدت مادة تانية زي كالكولس 3 ساعات معتمدة، خلصتها تتحط في الصندوق بتاعي، فبجمع ساعات، عدد ساعات كل ما بخلص مادة كأني بخلص الساعات دي، ولما اخلص عدد الساعات اللي مطلوب مني عشان التخرج اقدر اقول لك مبروك، الف مبروك، كده انت اتخرجت من الكلية. طب يا ترى انا هبقى محتاج كام ساعة عشان اتخرج من الكلية؟ هنقول ان عدد الساعات ده بيعتمد على القسم اللي بتدخله، بحيث ان كل قسم يكون له حاجة اسمها كورس ماب، خريطة. الخريطة دي بتقول لك انت هتاخد مواد ايه كل ترم، دي طبعا خريطة مبدئية بتبقى معمولة لكن ما هياش إلزامية لكل الطلاب يمشوا عليها. طب يا ترى الكورس ماب دي بيكون شكلها إيه؟ هيكون شكلها حاجة زي كده، بتلاحظ إن الصف الأول ده فيه المواد اللي أنت المطلوب منك تدرسها في الترم الأول، ولما بتخلص المواد دي المفروض إن بتبقى عارف إنك بتتنقل على المواد التانية. كل مادة طبعا بيبقى مكتوب عدد الساعات بتاعتها كام بالظبط، بتبقى عارف دي مادة ساعتين، دي مادة 3 ساعات، وهكذا. طبعا الخريطة دي خريطة قديمة لكن هي بتوضح لنا الفكرة اللي أنا عايزة أقولها. هتلاحظ إن مهم في الخريطة دي إيه؟ إن ترتيب المواد في الساعات المعتمدة ساعات بيبقى مبني على بعضه. يعني أنا مثلا هنا الأسهم اللي معمولة والخطوط دي بتبين لي إيه؟ إن أنا لازم أكون مخلص المادة دي اللي هي كالكولاس 2 قبل ما اخد الماده دي اللي هي كالكولاس اند لينير الجبرا. مثلا ما ينفعش اخد الماده دي الا لما اخد الماده اللي فوقيها دي واكون مخلصها الاول وناجح فيها، فدي بنسميها الماده دي كده دلوقتي كالكولاس 3 دي اللي هي سوري كالكولاس 2 اللي هي الانتجريشن. دي تعتبر كده بري ريكويزيت، يعني متطلب لازم اكون مخلصه عشان اقدر ادرس الماده اللي بعديها. ممكن كمان يعمل لي البري ريكويزيت بالطريقه دي او يكتبها لي فوق الماده فوق هنا كده، يبقى انا فاهم ان انا لازم اكون مخلص دي عشان اقدر اخد الماده اللي بعدها. طبعا فكره ان انا ابقى عارف الماب دي او شايفها وواضحه قدامي بيخلي الطالب مسموح له ان هو مثلا يجي يبص على ماده زي دي، المادة دي ما هياش بري ريكويزيت لحاجة، لو خدتها دلوقتي أو أجلتها لقدام مش هيفرق معايا حاجة، فممكن أفكر إن أنا أدروب المادة دي أو أعطلها شوية ما أخدهاش دلوقتي لو أنا مضغوط الترم ده وعندي حاجات كتيرة. فالبلان أو الماب دي اللي هي الخريطة دي ممكن كل طالب يرسم خريطته اللي هو تناسبه وتناسب ظروفه بالطريقة اللي تبقى مناسبة ليه. نيجي بقى للنقطة المهمة جدا اللي هي الجي بي اي، يا ترى ده بيتحسب ازاي؟ الجي بي اي ده هو اختصار لكلمة جريد بوينت افريج، يعني متوسط النقاط. التقدير ده عبارة عن متوسط نقاط. قبل ما نتكلم على هو ازاي بيتحسب، كل مادة ببقى عارف ان هي من 100 درجة، وال100 درجه دول متقسمين 40 درجه كلاس وورك اللي هو الكويزات والاتندنس والحضور والمعامل والتسليمات وكل الايه اعمال السنه اللي بتطلب مني هتبقى في ال40 درجه دول، وبعدين في ميد تيرم اكزام خلاص ب20 درجه، والفاينل ب40 درجه. علشان انجح في اي ماده محتاج 60 درجه من ال100 دي.
وبعد كده بيطلع التقدير letters، تطلع حروف، يعني يطلع مثلا ان انا جايب A plus، جايب A، جايب B plus، جايب C، whatever الليتر اللي انا هجيبه كده، ده تقدير حروف. طب يا ترى الحروف دي قصاد درجات كام؟ هتلاحظ ان الدرجات اللي قصاد الحروف دي هي الدرجات دي، يعني انا جايب مثلا 90 من 100 يبقى انا A minus، جايب 81 يبقى انا B، وهكذا. الدرجات هنا قصاد التقديرات. طبعا لو انا جايب 60 من 100 هبقى انا جايب دي خلاص، واقل من الـ60 دي هي الحاله بتاعت ايه؟ الرسوب، اللي هي اف، ان انا كده ما نجحتش لا قدر الله في الماده دي. طيب احنا بنقول ان اصلا الجي بي اي ده هو جريد بوينت، ده هنا في نقط. طب هي فين النقط؟ انا اقدر اتخيل ان كل ماده لما بمتحنها انا كاني دخلت ماتش، دخلت مباراه، ولما باخد التقدير ده باخد قصاد التقدير ده بوينتس او نقط، يبقى في نقاط هنا او بوينتس بتتحط قصاد كل لتر. لو جبت A بلس باخد 4 نقط، لو جبت A 4 نقط برضه، لو جبت A ماينس اخد 3.7 نقط، يبقى دي بوينتس او نقاط. طبعا انا عارف ان انا لو انا داخل مباراه مع الريال غير لو انا داخل مباراه مع السكه الحديد، ومن هنا بتبان اهميه الماده اللي 2 كريدتس او الماده اللي ساعه واحده معتمده او الماده اللي 3 ساعات او الماده اللي 4 ساعات. اكيد كل ما الماده يبقى عدد الساعات بتاعتها اكبر اقدر اجمع منها بوينتس او نقاط اكبر، فالنقاط اللي موجوده هنا دي لكل ساعه معتمده. فلو انت عندك الماده ساعتين المفروض وجبت فيها A بلس، ده معناه ان انت جبت 8 نقط. لو المادة 3 ساعات جبت 12 نقط، لو المادة 4 ساعات يبقى في 4 في 4 ب 16، وهكذا. يهمني ايه؟ ان انا اجمع نقط كتيرة، وبعد كده بنعمل لها افريج او متوسط يوم يطلع الجي بي اي. تعال نشوف مثال نحسب بيه جي بي اي بتاع طالب. نتخيل ان طالب في البرامج العامة في السنة مثلا الاعدادية، ادي 3 مواد بيدرسها، الجبرا دي 2 كريدت اورز، والكالكولس 1 3 كريدت اورز، والفيزيكس 1 دي 3 كريدت اورز، دي ساعتين دي ثلاثه دي ثلاثه. ونفرض ان التقديرات بتاعه الطالب ده جت كده سي بلس في الالجبرا، بي بلس في الكالكولس، اي بلس في فيزيكس 1. زي ما اتفقنا كل جريد من دول هتتحول لبوينتس، فالسي بلس قصادها 2.3، البي بلس قصادها 3.3، الاي بلس قصادها 4، بس لسه تاثير تقل الماده وصعوبتها نفسها جايه من هي كام ساعه معتمده. فيبقى البوينتس دي 2.3 لسه هضربها في ساعتين، عشان دي ماده ساعتين، كل ساعه هاخد فيها 2.3، يبقى انا هاخد 4.6. يبقى الكورس بوينتس دي هي البوينتس او النقط اللي انا جمعتها من المقرر ده او من الكورس ده. المادة دي كانت 3 ساعات وأنا خدت 3.3، أضرب 3 في 3.3 يطلع لي 9.9. المادة دي 3 ساعات وأنا جبت 4، يبقى جمعت أقصى عدد بوينتس من الكورس ده اللي هم 12 ساعة، 12 بوينت سوري، لأنها 3 ساعات أبقى أنا كده جمعت 12 نقطة. طب هنعمل إيه بعد كده؟ نجمع النقط اللي خدها الطالب ونجمع الساعات اللي درسها الطالب ونحسب التوتال بوينتس، مجموع النقاط، مجموع النقاط اللي جابها كلها، اوكي، ونقسمه على مجموع الكريدت اورز او الساعات. لما نقسم المجموع ده على المجموع ده هيطلع لنا الجريد بوينت افريج، يبقى ده متوسط النقط اللي هو جابها او جمعها. يبقى متوسط النقاط ده 3.3. طبعا ده جي بي اي محترم جدا، اعلى رقم في الجي بي اي ممكن طالب يجيبه كام؟ هو الفور، لان الماكسيمم بتاعنا هو 4. فلو تخيلنا ان واحد مثلا جاب 3، 3 يعني 3 من 4، يعني كانه جايب 75%، ده هو التقدير بتاع جيد جدا مثلا القديم. لو واحد جايب 2 من 4 دي معناها 50%، يبقى التقدير ده تقدير مش حلو. لكن لو جايب أعلى من ال 3، جايب مثلا 3.6 من ال 4، دي معناها 90%، ده طبعا هو تقدير امتياز. القديم كان الامتياز من 85%.
يبقى كده اتعرفنا مع بعض ازاي نحسب الجي بي اي. اقدر اقول لكم دلوقتي ثانك يو جود باي، واشوفكم خير ان شاء الله. ولو عندكم اي اسئله او الفيديو ده كان مفيد بالنسبه لكم، ارجو ان انتم تكتبوا لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.